سوق تريم الشعبي من الأسواق والمعالم البارزة بمحافظة حضرموت، إذ يعد واحد من الأسواق القديمة والذي يقصده المتسوقين لشراء أغراضهم المتنوعة. وعلى الرغم من قدم السوق وأهميته، إلا أنه في هذا الشهر الفضيل يكاد يخلو من المتسوقين على غير عادته في السنوات الماضية. فغلاء الأسعار وتدهور الأوضاع الاقتصادية جعل حركة البيع والشراء تتراجع بشكل ملحوظ هذا العام. سوق تريم طبعا هذه السنة اختلف عن سوق تريم العام الماضي، فكان العام الماضي إقبال شديد على المنتجات الموجودة في هذا السوق، لكن في هذه السنة سوق تريم أصبح الإقبال عليه رديء جدا، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار. العديد من المنتجات والسلع الغذائية التي تناسب السفرة الحضرمية خلال شهر رمضان تجدها في هذه الأماكن، فالحنظل والمكسرات والحلويات لا يكاد يخلو منها كل بيت حضرمي، وهو ما يجعل لرمضان نكهته الخاصة. في هذا المحل المتواضع الذي يجلس فيه العم سالم، والذي يعد من أقدم المحلات التجارية هنا، إذ يعمل فيه منذ 5 عقود، ليمثل الشاهد على تبدل الأحوال في البلاد خصوصا الاقتصادية. لي زمن طويل يا حداد، يمكن حوالي 60 سنة في السوق هذا، والحمد لله المهم ان احنا نعيش على بركة الله. يأمل الباعة هنا عودة السوق إلى نشاطه التجاري كسابق عهده، مؤكدين أن الأوضاع التي تعيشها البلاد زادت من عزوف المواطنين عن التسوق لشراء مقتضياتهم اليومية. غلاء الأسعار وتدهور العملة المحلية أدى إلى تقلص حركة الشراء والبيع في هذا السوق، وخاصة في هذا الشهر الكريم. حداد مساعد، قناة بلقيس، تريم، حضرموت.